سبحان الله العظيم، قال كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يظن الناس الرزق فقط في المال. هذا الرجل أعرفه يعني دائما يدعى في الحملات وبإذن رسمي أنه يكون داعية، وكثيرا ذيك الأيام قبل ما تحدد الخمس سنوات وتحدد التنظيم وكذا، وكان إذا أقبل الحج يتصل على الشيبان من جماعته. أعرفه والله الرجل معرفة الشخصية، يقول: تذكرون أحد من شباننا ولا من الرجال أو النساء من مات وهما حج؟ قال: والله ترى فلانة ما حجت، ما أتت وهي ما حجت، وعيالها ما جاء لها عيال أو من هذا القبيل، فينوي هالحجة لها اللي ماتوا. فيقول: الآن حجيت على أكثر من 15 شخص من رجال أو النساء في قبورهم، وهم الآن ما حجوا فقضى عنهم فرضه. أي توفيق من الله سبحانه وتعالى لمثل هذا، يعني يحج عنهم وهم أموات، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. رأيك عما قال بعض المحسن، يعني لو ريال تتصدق في هذا الوقف عن إنسان ميت كم سيأتي من الأجر؟ وما قلت يا محمد: ولك ملك يدعو ولك بالمثل ما دعوت به. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله. والموفق والله يا أخواني من وفقه الله سبحانه وتعالى في الخير، لكن أبواب الخير زي ما قلنا، ما انت بواصل آخر بيت غرفة في بيتك إلا لما تفتح الباب الأول. فإذا فتحت باب خير أول جك الأبواب الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق؟ قال أبو بكر: أنا. من قال: من زار مريض؟ قال: أنا. من صلى على جنازة؟ قال: أنا. من تبع جنة؟ قال: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. بعض الشباب الآن يعود سيرة أبو بكر الصديق، يقول: أبو صوم اليوم، أبو روح أصلي في المسجد اللي فيه جنائز، أروح أزورني مريض، يجي أبواب الجنة. فهذه الأبواب الخير، وهذا الرجل الآن لا زال موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، يجعلنا وإياكم قدوة لمن يعملون الخير. آمين آمين. جزاك الله خير أبو